بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الأمانة أن أستهل رسالتي بالترحم على قائد المسيرة التمكين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد جعل الله الجنة له مثوى ومآلا سدد خطى من استلم الأمانة من بعده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وعلى غير العادة أحبتي ستغيب عن حفل اليوم رسالة مؤسس المواكب الأستاذ نبيل نصر رحمه الله لكن الذين يصنعون إنجازاتهم في الإنسان فإن حضورهم دائم وإن غاب الجسد بنائي وبناتي إنجازات الإمارات لا حصر لها لكن إنجازها الأكبر هم شبابها الذين استناروا بالعلم وغدوا بين مؤهلين لحمل الشعلة وإكمال المسيرة وأنتم خريجي وخريجات المواكب ولي بينكم هذا العام حفيدان محمد وسعيد في طليعة أولئك الشباب المتنور هذا ما نتبسمه فيكم وهذا ما لمسناه من آلاف الخريجين المواكبيين الذين من قبلكم عبروا فكونوا على قدر الثقة وانطلقوا إلى مستقبلكم مباركين هنيئا لكم ولذويكم وشكرا لمعلميكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته